كالعاده حلقه التاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا بعد تخطي النادي الاهلي فريقه فاق سطيف الجزائري بمجموع المباراتين 3-2. النادي الاهلي تاهل للنهائي الافريقي للمره ال 12 في تاريخه وهيقابل الترجي التونسي ان شاء الله يوم 2 نوفمبر اللي جاي في مصر. طبعا لسه ما اتحددش لحد دلوقتي فين ملعب اللقاء، وكمان مباراه طبعا الاياب هتكون في ملعب رادس في العاصمه التونسيه. ان شاء الله الفريق يحقق البطوله التاسعه ليه عشان يعزز رقمه القياسي بالحصول على بطوله جديده ويرجع يلعب مره ثانيه في كاس العالم للانديه واللي هتكون السنه دي ان شاء الله في الامارات. زي ما احنا عارفين ان النادي الاهلي والترجي لعبوا قبل كده نهائي دوري ابطال افريقيا في 2012 ويومها توج فريقنا بالبطوله السابعه بعد طبعا اداء ولا اروع على ملعب رودس. لكن خلينا ننسى كل الذكريات دي بقى زي ما قال كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره في النادي الاهلي اللي قال لازم نستعد بشكل كويس ونقاتل عشان نتوج باللقب لان الذكريات لن تاتي بالكوس. ان شاء الله فريق النادي الاهلي هيوصل القاهره بعد يمكن ساعه من الجزائر وهيبتدي ان شاء الله بكره على طول الاستعداد لمباراه الوصل الاماراتي في البطوله العربيه. هنتكلم كتير جدا عن مباراه امبارح وعن ردود الافعال عليها مع ضيفنا النهارده استاذ رامي عبد الحميد رئيس القسم الرياضي في صوت الامه. انتوا كمان تقدروا برضو تشاركونا وتقولوا لنا مين احسن لاعب في مباراه وفاق سطيف والنادي الاهلي على صفحاتنا على السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر وانستغرام. البداية دايما بتكون بأهم العناوين. بعثة الأهلي تعود للقاهرة اليوم بعد التأهل لنهائي أفريقيا. كارتيرون يهدي التأهل للجماهير ويعد بتصحيح الأخطاء. العمري فاروق الإصرار وراء تأهل الأهلي لنهائي أفريقيا. الأهلي يطلب لعب نهائي أفريقيا في القاهرة بحضور جماهيري كامل. Presentation Sports توفر 5 طائرات لجماهير الأهلي في نهائي أفريقيا. الفريق يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي. ليفربول يواجه ريد ستار الصربي في دوري أبطال أوروبا. ودلوقتي ميعادنا نشوف الجرايد قالت ايه عن النادي الاهلي من امبارح للنهارده. الاهرام الاهلي في نهائي دوري الابطال رغم هزيمته امام وفاق سطيف بطل مصر يقدم عرض جيد لمده 60 دقيقه ثم ينهار في اخر ربع ساعه بعد اخطاء الشناوي. الاخبار الاهلي يصعد لمواجهه الترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا، بطل مصر يفوز على وفاق سطيف 3-2 بمجموع اللقاءين والحاوي يحرز هدف الانقاذ. الاخبار المسائي الاهلي المخيف خطف وفاق سطيف. المساء الاهلي في نهائي العرس الافريقي، كارتيرون ادار اللقاء بذكاء وتحقق له ما اراد. الاخبار المسائي الاهلي نمبر 1 الأحمر يعبر الوفاق ويضرب موعد مع الترجي في نهائي دوري الأبطال. الأهرام المسائي الأهلي في النهائي من تاني خسر أمام سطيف 2-1 واقترب من الأميرة التاسعة وسيناريو 2012 يتكرر. التوفيق يدعم كارتيرون والتقدير من نصيب الطوسي ووليد فارس الأمس. الأهرام المسائي باتريس حققنا المطلوب والقادم صعب. الأخبار المسائي كارتيرون حققنا الهدف ونعالج الأخطاء. مدرب الوفاق حذرت اللاعبين من الحاوي لكن اليوم السابع الأهلي يعود للقاهرة بعد خوض أم المعارك الكروية على الأراضي الجزائرية. كارتيرون يغلق الملف الأفريقي، التركيز في البطولة العربية واتجاه للاعتماد على البدلاء أمام الوصل. الجمهورية مجلس الأهلي يعتمد عقد الرعاية، الفريق يعود للقاهرة اليوم ويستأنف التدريبات الجمعة.
نروح مع بعض لتفاصيل أهم أخبار النادي الأهلي من الجرايد، وهنبتدي مع الأهرام اللي قالت إن النادي الأهلي كتب تاريخ جديد في بطولاته الأفريقية بتأهله لنهائي دوري رابطة الأبطال الأفريقية للمرة الـ 12 في تاريخه، وهو إنجاز لم يحققه فريق أفريقي قبل كده برغم هزيمته قدام طبعا وفاق سطيف 2-1 في لقاء العودة عشان يفوز النادي الأهلي بمجموع المباراتين 3-2. فاز وفاق سطيف وتأهل النادي الأهلي للنهائي، وهي نتيجة بترضي طموح الجماهير المصرية برغم إن الفوز كان في متناول يد النادي الأهلي لولا طبعا حالة التراخي اللي أصابت الشناوي وانهيار الفريق في الدقائق الأخيرة. أثبت أحمد فتحي إن الدهن في العتاق زي ما بيقولوا، لاعب واحدة من أفضل مبارياته وصنع هدف الأهلي لوليد سليمان باقتدار، وعاونه كمان أحمد حمودي في الشوط الأول ومعهم وليد سليمان. الأهلي كان ماسك زمام المباراة وكان طبعا في إيده المباراة كلها لمدة ساعة تقريبا، وبدون مقدمات انهار الفريق تماما بعد هدف وفاق سطيف الجزائري الأول، خصوصا بعد دول اللاعبين. نروح للأهرام المسائي واللي قال إن بعد تأهل النادي الأهلي للنهائي الأفريقي ومواجهة الترجي التونسي بيعتبر ده تكرار لسيناريو نهائي نسخة 2012 واللي جمعت ما بين النادي الأهلي والترجي التونسي، وكمان كانت مباراة الذهاب في القاهرة والعودة في تونس، وده برضو اللي حصل أو هيحصل في الموسم الحالي. إحنا طبعا بنتمنى إن سيناريو الفوز بالبطولة سنة 2012 يتكرر ويحقق النادي الأهلي اللقب التاسع ليه وياخد الأميرة الأفريقية التاسعة ويرجع لكأس العالم للأندية. كمان الأخبار المسائي قال إن باتريس كارتيرون اتكلم عن سعادته بالتأهل للنهائي نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي البطولة بمجموع اللقاءين 3-2. قال المدير الفني للنادي الأهلي إن الأهلي حقق بالهدف الأهم وهو طبعا التأهل للنهائي، وده في حد ذاته بيعتبر شيء رائع بعد طبعا الفوز بآخر لقب سنة 2013. قال المدير الفني للنادي الأهلي إن الفريق وقع في نفس الخطأ السابق وهو عدم ترجمة الفرص اللي أتيحت خلال اللقاءين، وان النادي الاهلي كان بامكانه انه يطوي صفحه مباراه نص النهائي من لقاء الذهاب في القاهره، واكد وبالتاكيد هيتكلم عنها مع اللعيبه، ولكن دلوقتي اللعيبه لازم يستعدوا ويستعدوا بالتاهل وطبعا يستعدوا للمباراه القادمه. نروح للأخبار المسائي اللي قال إنه وصف رشيد الطوسي المدير الفني لفريق وفاق سطيف الجزائري وليد سليمان لاعب النادي الأهلي بأنه من أخطر لعيبة المارد الأحمر، وكشف المدير الفني للفريق الجزائري إنه حضر اللعيبة من الحاوي وقال لهم إن اللاعب ده خطير جدا ويقدر إن هو يسجل أهداف من أنصاف الفرص. وقال المدير الفني المغربي إنه راضي عن أداء فريقه قدام النادي الأهلي برغم الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وقال إن الخروج من البطولة هو إهدار الفرص الصعبة أو السهلة عفوا. كمان اليوم السابع قال إن بعد المباراة وتأهل النادي الأهلي للنهائي أغلق الجهاز الفني ملف المباراة بما فيها من إيجابيات وسلبيات، وبدأ الجهاز إن هو يستعد للمرحلة اللي جاية واللي هتشهد ارتباطات مهمة للمارد الأحمر بيجي في مقدمتها مباراة الوصل الإماراتي المقرر إقامتها يوم 28 أكتوبر الجاري في استاد برج العرب في اسكندرية في ذهاب دور الـ 16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال. الفرنسي باتريس كارتيرون فكر ان هو يمنح فرصه لعدد كبير من البدلاء للمشاركه في اللقاء عشان يقدر يريح الاساسيين واللي بيعانوا من حاله اجهاد واضحه. قال كارتيرون ان في اكتر من لاعب في الفريق حصلوا على فرص قليله في بطوله الدوري وفي بطوله كاس مصر وكمان في البطوله العربيه، عشان كده من الافضل ان هو يستمر في منحهم فرص في البطوله العربيه يقدروا يكتسبوا منها المزيد من الخبرات عشان يكونوا جاهزين لما يتم الاستعانه بيهم في اي مباراه. ده كان أهم كلام الجرايد عن النادي الأهلي. خلينا بقى نروح لمواقع الإنترنت ونبتدي الأول بالمواقع الجزائرية. موقع جريدة الخبر الجزائرية أبطال أفريقيا، الأهلي المصري يقصي الوفاق. موقع جريدة البلاد الجزائرية، وفاق سطيف يقصى بشرف أمام الأهلي المصري. موقع جريدة الشروق الجزائرية، التأهل للأهلي المصري والتقدير لوفاق الجزائر. موقع جريدة الهداف الجزائرية، كارتيرون مشوار الوفاق كان رائع وخبرة لاعبينا صنعت الفارق، ود أن أشكر لاعبي الوفاق على المباراة الكبيرة التي قدموها. موقع جريدة الهداف الجزائرية، الطوسي اقصينا في القاهرة وأهنئ لاعبي على المردود. أمام المواقع الجزائرية كان في بقى المواقع المصرية،
خلينا نبتدي مع بعض مع الموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان العمري فاروق الاصرار وراء تاهل النادي الاهلي لنهائي افريقيا شكرا للاشقاء في الجزائر. يلا كوره قالت الاهلي يعلن حجم اصابه ازارو ويكافئ لاعبيه ب1000 دولار. كوره رئيس استاد القاهره استضافه نهائي افريقيا مستحيل. الشروق الاهلي يوجه طلب استثنائي للكاف قبل قمه الترجي. فيتو محمد يوسف التاهل الى نهائي دوري ابطال افريقيا ليس صدفه. الوفد كارتيرون يتعهد بتصحيح اخطاء الاهلي. برزنتيشن سبورتس توفر 5 طائرات لجماهير الاهلي في نهائي افريقيا. اليوم 7 الاهلي يغلق الملف الافريقي ويبدا الاستعداد للوصول او للوصل الاماراتي. الاهلي دوت كوم تاجيل مباراتين بالدوري متى يعود الاهلي للمسابقه المحليه. الموقع الرسمي للنادي الاهلي معلول يحصل على الحقنه الثالثه من البرنامج العلاجي خلال ايام. خلينا نبتدي معاكم التفاصيل من الموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق في الجزائر ابدى سعادته بتاهل الفريق لنهائي بطوله دوري ابطال افريقيا على حساب وفاق سطيف الجزائري بالفوز عليه 3-2 في مجموع مباراتين الذهاب والعوده للدور نصف النهائي. اكد العمري فاروق ان المباراه كانت صعبه وان التاهل جه بفضل توفيق ربنا ثم اصرار وحماس لعيبه النادي الاهلي اللي تخطوا كل الصعوبات اللي واجهتهم خلال الفتره اللي فاتت في مباراه طبعا وفاق سطيف في الذهاب وفي العوده وبالتحديد في الغيابات وفي ارضيه ملعب المدينه الجزائريه كونها طبعا ملعب نجيل صناعي. كمان قدم رئيس بعثه النادي الاهلي الشكر للجمهور اللي قطع مسافات طويله في الجزائر عشان يآزر الفريق عشان طبعا يكون معاه جوه ارض الملعب واشاد طبعا في الوقت نفسه بسلوك الجمهور الجزائري الشقيق واللي هتف للعيبة النادي الأهلي بعد نهاية المباراة وأشاد كمان بدور الأمن الجزائري واللي قام بتأمين بعثة الفريق على أكمل وجه طول الرحلة. كمان يلا كورة قالت إن النادي الأهلي أعلن إصابة وليد أزارو مهاجم الفريق بشد في عضلة السمانة خلال مباراة وفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. من المقرر إن هيخضع اللاعب لاختبار طبي أول ما يرجع للتدريب في القاهرة عشان يعرفوا مدة علاجه بالتحديد. وكمان يلا كورة كتبت إن العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في الجزائر قرر صرف مكافأة إجادة لكل لاعب بعد بلوغ المباراة النهائية قدرها 1000 دولار. كمان موقع كورة كتب تصريح لعلي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة وقال في أن استضافة الملعب لنهائي دوري أبطال أفريقيا ما بين الأهلي والترجي التونسي مستحيل. قال رئيس استاد القاهرة أن الإصلاحات اللي في الملعب محتاجة 40 يوم بسبب زراعة عشب جديد وبالتالي استضافة لقاء الذهاب يعتبر مستحيل. كان النادي الأهلي استفسر عن إقامة مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال يوم 2 نوفمبر اللي جاي على ملعب استاد القاهرة. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا خليكم معانا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى نهائي الحلم نهائي الشامبيونز ليج. الترجي الرياضي التونسي يلاقي الشقيق المصري النادي الاهلي في اطار لقاء الاياب السكند ليج من اجل الشامبيونز ليج الافريقي. سيد حمدي خطيره جدا السيد حمدي والهدف الاول النادي الاهلي عن طريق ناجي جدو. وكرة خطيرة وكرة من وليد سليمان والهدف الثاني. مبروك للنادي الأهلي كأس السابعة في السجلات الأهلاوية. رجعنا مرة تانية ولسه مكملين معاكم أخبار النادي الأهلي من على مواقع الإنترنت ونروح لموقع الشروق اللي كتب إن النادي الأهلي بيكثف اتصالاته في الفترة القادمة عشان طبعًا إدارة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيتكلم معاها آملًا في مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في أحد ملاعب القاهرة في ظل تعذر إقامة اللقاء في استاد القاهرة بسبب طبعًا الاستمرار في عملية الإصلاحات واستحواذ نادي بيراميدز برضه على حق الانتفاع بملعب الدفاع الجوي في
الموسم الحالي وشكوى اللاعبين والجهاز الفني من سوء أرضية ملعب السلام. فبتحاول دلوقتي إدارة النادي الأهلي إن هي تعمل لقاء الترجي التونسي على ملعب الكلية الحربية، برغم إن الكلية الحربية ليس من ضمن طبعا الملاعب الثلاثة اللي اختارها النادي الأهلي عشان يخوض عليها مبارياته الأفريقية في الموسم الحالي، إلا إن مسؤولين النادي الأهلي بيخططوا إن هم يعملوا اتصالات ودية مع مسؤولين الكاف عشان يحصلوا على طلب استثنائي بإدراج ملعب الكلية الحربية. ولو تعثرت محاولات إدارة النادي الأهلي في الطلب ده فمش هيكون في بديل طبعا غير خوض اللقاء على ملعب برج العرب، ان هو اكتر قدرة على استيعاب المشجعين. موقع بيتو كمان نشر تصريح لمحمد يوسف المدرب العام للفريق الاول لكره القدم والقائم باعمال مدير الكره في النادي الاهلي ان الاهلي استحق الصعود لنهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، موضحا ان النادي الاهلي كان صاحب الاصرار والحماس وكذلك الخبرات اللي بتاهله للصعود للنهائي العام للعام التالي على التوالي. محمد يوسف اشار ان صعود النادي الاهلي للنهائي الافريقي لم ياتي نتيجه ضربات الحظ بل جاء نتيجه جهد وعمل الجميع في النادي، واكد ان النادي الأهلي بيشارك في أكتر من بطولة محلية وأفريقية وعربية ومع ذلك بيقدم عروض جيدة وبيحقق نتائج قوية وبيأكد خلالها قدرته على التتويج بأي بطولة بيشارك فيها. كمان الوفد نشر تصريح للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي اللي قال فيه إن هو بيوعد بتصحيح الأخطاء ووضح إن التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا جه بعد مجهود كبير من الجهاز الفني ومن اللعيبة، وانتقد طبعا ظاهرة إهدار الفرص السهلة خصوصا في مباراة الذهاب والأخطاء الساذجة من المهاجمين في استغلال الفرص، وده اللي خلى الفريق يتراجع في مباراة الإياب. ووعد كارتيرون بتصحيح الأخطاء اللي ظهرت خصوصا طبعا في استغلال الفرص اللي كانت قدام النادي الأهلي في المباراتين، واتمنى الفوز على الترجي التونسي والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا. تعالوا بقى دلوقتي نشوف مع بعض أبرز تصريحات الجهاز الفني بعد مباراة امبارح ونرجع لكم مرة تانية. الحمد لله ان احنا بذلنا مجهود كويس جدا الفترة اللي فاتت، كنا مركزين، رجعنا المجموعة المصابين اللي كانوا بنفتقدهم رجعوا، بالإضافة طبعا للناس اللي كانت موجودة. أنا بقول إن لاعبتنا رجالة وبذلوا مجهود كبير، وزي ما قلنا قبل المباراة إن كلمة السر في الهدف لابد إن احنا نكون حريصين جدا إن احنا نعرض الهدف بره ملعبنا، وده اللي حصل من الفرصة اللي جابها وليد سليمان، وجالنا فرصة برضو أزارو إسلام محارب، لكن الحمد لله أنا بقول خطوة كويسة هنحط ورا ظهرنا، نبدا نستعد ان شاء الله لمباراه الوصل. مهم جدا ان احنا عندنا يوم 28 مباراه مهمه اللي هي الذهاب في البطوله العربيه، نشوف رؤيه مستر كارترون ايه والجهاز بحيث ان احنا نجهز نفسنا ليوم 28، ثم بعد ذلك ان شاء الله الفاينل قدام الترجي التونسي ان شاء الله نكون موفقين. جيتي انكيي سورتو بار رابور او روتور دو نوز انترناسيونو اي دو اون افي دي جوار كي روفني de blessures, j'étais inquiet sur l'état de fraîcheur physique, à juste titre puisqu'on a eu un match très difficile. C'est sur l'ensemble des deux matchs, malgré tout, il faut vraiment qu'on arrive à concrétiser les grosses occasions qu'on s'est créées, parce que c'est pour ça que j'étais en colère après le match aller. Je pense qu'on aurait dû vraiment plier la demi-finale dès le match aller. Ça n'a pas été le cas et on a souffert aujourd'hui, mais je suis très heureux et je tiens vraiment à dédier cette qualification à nos 70 millions de supporters. المباراة طبعا احنا لعبنا مباراة فرقة كبيرة، وكنت قلقان قبل المباراة من حياة اللاعبين الدوليين اللي هيرجوا لنا بعد الماتشات الدولية، يا ترى كانوا يعني بدنيا جاهزين ولا لا للمباراة. احنا لعبنا الماتش وللأسف احنا نفس الخطأ اللي وقعنا فيه في المباراة دي اللي هو اللي وقعنا فيه في الشوط الثاني في المباراة الثانية الأولانية بتاعت الذهاب، اللي هو احنا ما ترجمناش الفرص. كان ممكن لو ترجمنا الفرص دي كان ممكن نطوي صفحة من القاهرة ما نبقاش في ضغط، بس انا سعيد طبعا بالتأهل. يمكن عدم ترجمة الفرص دي خلتني واقف على الخط قلقان، كنت بزعق في الدقايق الأخيرة من المباراة، بس في الاخر هتأهلنا وبهدي التأهل ده ل 70 مليون مشجع اهلاوي اللي اكيد فرحين دلوقتي بتأهلنا. Oui, on a su se qualifier. Je pense très honnêtement que ça a été un match très particulier parce qu'en fin de première mi-temps, on a une énorme occasion. Si on marque à ce moment-là, je pense que c'est terminé. On a la chance d'ouvrir le score à l'heure de jeu. Et après, on a vu qu'en football, tout peut aller très vite. On a un petit peu perdu le fil. On a souffert sur la fin de match. Mais le plus important, encore une fois, c'était vraiment de retrouver des joueurs. Assad Samir, Solaya, qui étaient de retour aujourd'hui dans l'équipe. Et de continuer à monter en puissance pour bien se préparer pour la finale qui se présente.
قلت له اللعيبه عملت ماتش كويس طبعا الموضوع البدني انا بعد ما اشتغل مع اللعيبه واللعيبه عملت ماتش كويس جدا اصلحت لنا فرص كان ممكن نسجل منها خايف ننزل الشوط الثاني عندها ثقه وبعد ما جبنا الجون بتاعنا كان عندها ثقه اكبر لكن طبعا كره القدم يعني مستديره فغير الحال ودخل فينا جولين وكان الماتش اتصعب علينا بس لازم يعني نستفيد من الحاجات الايجابيه في مباريات زي دي عوده سعد سمير وسوليه دي حاجه مهمه للفريق وتاهلنا ده حاجه كويسه. مباراة صعبة طبعا وانت قلت اهم حاجة اللي انت تحقق الهدف اللي انت تتأهل والحمد لله ده حققناه. ممكن نتيجة الماتش الاولاني كانت مهمة جدا بالنسبة لنا وممكن كان مستر كارتونو يتكلم في حتة ان احنا فعلا كان عندنا امل او كنا مهم جدا ان احنا كنا نسجل اهداف في الماتشات اللي عندنا. الماتش هنا صعب حضرتك شفت الاجواء عاملة ازاي جماهير عاملة ازاي الماتش كان عليه ضغوط كبيرة جدا لكن الحمد لله شخصية لعيبة الاهلي وتصميمهم ان هم عاوزين يحققوا البطوله الحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله احنا نتمنى ان شاء الله ان احنا نرضي جمهور النادي الاهلي ده مهم جدا نحقق بطوله غاليه لينا ومجلس اداره وجماهيرنا احنا بنسعى لكده وبنجتهد وان شاء الله انا واثق ان شاء الله ربنا هيكمل لنا خير في الفتره اللي جايه ان شاء الله المرحله اللي جايه واحنا بيبقى عندنا هدف مهم وهدف رئيسي هو التاهل للمباراه النهائيه ده اللي احنا مركزين فيه احنا ربنا كرمنا في مباراه الذهاب 2-0 وكنا ممكن نزود النتيجه فاحنا برده بيبقى فيه تعامل بخبره وذكاء شويه في الماتشات اللي هي اللي بره ملعبك تحاول انت تمتص الحماس بتاع الفرقه الثانيه بالذات في البدايه وبتحاول انت يعني تستغل الفرص اللي بتجيلك يمكن بره ما بيجيلكش فرص كتير زي على ارضك جالنا فرصتين ثلاثه كنا ممكن نخلصهم وكانوا سهلين جدا لكن يعني الماتش كان ماشي بالنسبه لنا وبالنسبه للفرقه الثانيه سجال لحد الهدف الاول الهدف الاول يمكن ادهم حماس شويه وادهم رغبه ان هم عايزين يعوضوا وبعدين جه الهدف الثاني فاحنا يعني المفروض ان احنا كنا نتماسك اكتر من كده شويه المفروض ان احنا كنا عندنا صبر اكتر من كده شويه لكن ده طبيعي زي ما انت بتقول الارض برضو عليها عامل كبير بنلعب على نجيل صناعه برضو مش متعودين عليه قوي وبعدين كان في سنه ميه مأثره على الارض في انا والسوليه راجعين من اصابه بقالنا فتره وميدو جابر برضو وطبعا بقى سر اللقاء اصابه اسلام محارب واصابه كذا لعيب مع المجهود مع الحمل البدني الموجود عشان الارضيه مختلفه في الاول وفي الاخر ربنا بيكرم الفرقه اللي بتتعب وبتجتهد والفرقه اللي عندها اصرار وعندها كفاح ولعيبه النادي الاهلي كلهم رجاله فربنا كافئنا بالصعود يعني الحمد لله. نرجع معاكم لموقع الشروق واللي نشر تصريح لمحمد كامل رئيس شركه بريزنتيشن سبورتس راعي النادي الاهلي اكد فيه ان شركته قررت بالتعاون مع رعاه النادي الاهلي الجداد توفير 5 طيارات لنقل جماهير النادي الاهلي لتونس ومسانده الفريق في مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا بتسعى شركه بريزنتيشن سبورتس الحاصله على حقوق رعايه النادي الاهلي مؤخرا ان هي تنهي الاتفاق بشكل تام مع رعاه النادي الاهلي الجداد على توفير 5 طيارات لنقل الجمهور والبعثه الاعلاميه لتونس عشان يقدروا يتابعوا اللقاء من أرض الملعب ويساندوا ممثل مصر في المباراة التاريخية دي أكيد النادي الأهلي وبعد كده يرجعوهم مرة تانية للقاهرة. أكد كامل أن شركته بتسعى لتوفير كافة سبل الدعم للنادي الأهلي حتى التوفيق بتحقيق حلم جماهيره بالتتويج بالبطولة الأفريقية التاسعة والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في دولة الإمارات العربية الشقيقة. نروح لليوم السابع كتب ان الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون قفل ملف مباراه وفاق سطيف بما فيها من ايجابيات وسلبيات وبدا ان هو يستعد للمرحله اللي جايه واللي بتشهد ارتباطات مهمه للمارد الاحمر بيجي اكيد في مقدمتها مباراه الوصل الاماراتي المقرر ليها ان شاء الله يوم 28 اكتوبر الجاري على استاد برج العرب في اسكندريه في ذهاب دور ال 16 لبطوله كاس زايد للانديه الابطال ودي المباراه اللي بينوي كارتيرون ان هو يدي فيها فرص لعديد من البدلاء طبعا فرصة للمشاركة فيها عشان يقدر يريح الأساسيين واللي بيعانوا من حالة إجهاد واضحة على خلفية الارتباطات الأخيرة محليا وعربيا وأفريقيا. أعلن كمان كارتيرون أن في أكتر من لاعب في الفريق حصلوا على فرص قليلة في بطولة الدوري وكاس مصر وكمان البطولة العربية عشان كده من الأفضل استمرار منحهم فرص في البطولة العربية عشان يقدروا يكتسبوا المزيد من الخبرات ويكونوا جاهزين لما يتم استدعائهم في مباريات تانية.
الاهلي دوت كوم كمان نشر تقرير قال فيه بوصول النادي الاهلي للنهائي الافريقي هيتم تاجيل الثلاث مباريات للفريق ضد النجوم، وده طبعا كان مقرر ليه يوم 3 نوفمبر في منافسات الجوله ال 12، وكمان تم تاجيل مباراه انبي والنادي الاهلي في منافسات الجوله ال 13، وهيتم برضو تاجيل مباراه النادي الاهلي ضد طلائع الجيش واللي كان مقرر ليها يوم 11 نوفمبر في منافسات الاسبوع ال 14. هيتم تاجيل مباراه سموحه والمقرر ليها برضو يوم 22 نوفمبر في منافسات الجوله 15 بسبب تعارضها مع مباراة العودة في البطولة العربية ضد الوصل الإماراتي، وبكده هيرجع النادي الأهلي للمنافسات المحلية لما يتم تطبيق جدول الدوري في شكل طبيعي يوم 26 نوفمبر ضد المقاولين العرب في الجولة 16. لعب النادي الأهلي 6 مباريات دلوقتي في البطولة المحلية أو في الدوري المحلي، حقق الفوز في 3 مباريات، اتعادل في مباراتين، خسر لقاء واحد قصاد الاتحاد السكندري، جمع 11 نقطة من اللقاءات الستة. نرجع مرة تانية للموقع الرسمي للنادي الأهلي. الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي قال إن علي معلول ظهير أيسر الفريق هيحصل على الحقنة الثالثة ليه خلال الأيام اللي جاية في إطار البرنامج العلاجي اللي بيخضع عليه اللاعب حاليا عشان يتعافى من إصابته الأخيرة بتمزق في العضلة الضمة. أكد طبيب الفريق إن علي معلول حصل على حقنتين لحد دلوقتي في إطار البرنامج العلاجي اللي بيخضع ليه، وقال كمان إن الحقنة الثالثة هيخضع ليها خلال أيام من دلوقتي. نروح بقى دلوقتي معاكم لأهم أخبارنا المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع هاني أبو ريدة في رواندا لحضور اجتماعات الفيفا بصحبة إنفانتينو. جريدة الوطن أزمة ملابس تضرب المنتخب الجهاز كل اللي معاه طقم يحافظ عليه، هاني رمزي نخوض مباراة تونس لتحسين التصنيف. اليوم السابع المنتخب يرفض ضم أحمد الشناوي لمعسكر نوفمبر. فيتو المنتخب يدرس استدعاء أحمد مصطفى وطاهر محمد لودية الإمارات. في الجول منتخب مصر النني تطور مع أجاري ومشاركاته في الدوري الأوروبي وراء الاستعانة به. الفجر اتحاد الكرة يفكر في الإطاحة بخافيير أجاري. الوفد اتحاد الكرة يستقر على سفر منتخب مصر للإمارات بطائرة خاصة. الوطن سبورت الوطن سبورت تفويض 165 يصل اتحاد الكرة قبل عمومية أكتوبر. سوبر كرة هشام صالح يطالب اتحاد الكرة بتوفير رعاة لإنشاء دوري كرة الصالات. جريدة المصري اليوم صلاح يواصل حصد الجوائز ويتوج بلقب الأفضل من الجمهور. الشروق استاد القاهرة نجهز الملعب لمونديال 2030. بوابة الأخبار المدير الفني للإنتاج الحربي الزمالك فاز بسذاجة منا. جريدة المسا حلمي طولان يعترف لاعبو الاتحاد يحتاجون شغل كتير، أخطأنا فردية مشكلتنا ضيق الوقت. جريدة الأخبار اليوم 8 مواجهات ساخنة في دوري الأبطال الأوروبي، ليفربول صلاح في مهمة سهلة أمام سيرفينا الصربي وباريس مع نابولي. أس مورينيو جنون الأصابع الثلاثة. كورة تصريحات أسكو تثير الغضب داخل البيت الملكي. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم ونستعرض معاكم تفاصيل أهم المنشطات اللي استعرضناها معاكم دلوقتي. ورجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لاهم التفاصيل الخاصه بالاخبار المحليه، وهنبتدي مع اليوم السابع. اليوم السابع قال ان هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكوره توجه اليوم لرواندا لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الفيفا التي تستمر حتى 28 اكتوبر الجاري بتواجد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم. يطرق الاجتماع الخاص بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الفيفا الى متابعه بعض
بعض الأمور الخاصة بتطوير كرة القدم في الفترة المقبلة وتطوير الكرة في أفريقيا تحديدا والاستعداد لأمم أفريقيا 2019 اللي بتستضيفها الكاميرون. كمان الفجر قالت إن اتحاد الكرة برئاسة هانيا بوريدا بيفكر في الإطاحة بخافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر من منصبه، وبيبحث مجلس الجبلية عن مخرج ومبرر مقنع أمام الجماهير، وينتظر أي تعثر أو أزمة لأجيري للإطاحة بيه من منصبه، خصوصا أن النتائج جت لصالحه بعد ما أحرج الجميع بفوزه في 3 مباريات متتالية وضمان التأهل لأمم أفريقيا 2019. كمان الوفد قال ان مجلس اداره اتحاد الكوره المصري برئاسه المهندس سعد على توفير طياره خاصه لسفر بعثه منتخب مصر للامارات في منتصف نوفمبر المقبل، وهيسافر منتخب مصر الوطني الاول لكره القدم للامارات استعدادا لمواجهه نظيره الاماراتي يوم 20 نوفمبر وديا على هامش الاحتفال بالعيد الوطني لدوله الامارات العربيه المتحده، واللي بيتواكب مع الاحتفال بمئويه الشيخ زايد، وبيغادر الفراعنه للامارات بعد مواجهه تونس المقرره يوم 16 نوفمبر اللي جاي على استاد برج العرب في اسكندرية ضمن منافسات الجولة 5 من المجموعة 10 لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية. كمان الوطن سبورت قال ان مجلس اداره اتحاد الكره تسلم تفويضات من انديه الجمعيه العموميه وصلت ل 165 نادي في العموميه العاديه المقرره يوم 30 و31 اكتوبر من بين 222 نادي ليهم حق الحضور. بتشهد جمعيه الجبليه اجراء الانتخابات على مقعدين للمراه ومقعد لرجل خلفا لصحر وحازم الهواري بعد تقدم الثنائي الاخير باستقالتهم من عضويه الجبليه. بيتنافس 5 مرشحين في انتخابات اتحاد الكرة، منهم 2 على مقعد الرجل وهم أحمد شوبير نجم نادي الأهلي والمنتخب السابق، وعاصم مرشد رئيس مركز شباب كوم حمادة، وكمان على مقعد المرأة بيتنافس دينا رفاعي وشيماء منصور وصفية عبد الدايم. فيتو كمان قالت ان بيدرس الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقياده المكسيكي خافيير اجيري استدعاء احمد مصطفى لاعب جانت البلجيكي وطاهر محمد طاهر لاعب المقاولين العرب لوديه الفراعنه قصاد الامارات، واجمع الجهاز الفني على الاداء الجيد اللي بيقدمه اللاعبان مع المنتخب الاولمبي بقياده شوقي غريب. كمان في الجول قال ان هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر برر اسباب استدعاء محمد النني لاعب وسط ارسنال الانجليزي برغم خروجه من حسابات مدربه اوناي امري في مباريات الدوري الانجليزي او البريمير ليج. رمزي قال ان النني مش بيشارك في الدوري ولكن بيشارك في بطوله الدوري الاوروبي ومباريات الكاس، وفي تطور واضح في مستواه مع المنتخب تحت قياده خافيير اجيري. وقال كمان اما رمضان صبحي فهو مصاب منذ شهر ونص وتوقعنا ان ينضم لقائمه فريقه في مباراه ليفربول، ومن الواضح أنه لم يصل لمرحلة كاملة من التعافي والشفاء. كمان جريدة آس الأسبانية نشرت تقرير عن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي على الإشارة برقم 3. قالت الصحيفة أن مورينيو بيرفع إيده برقم 3 في إشارة للتفاخر وإهانة الخصوم، وبيعيش مورينيو فترة عصبية بسبب تراجع نتائج الفريق وآخرها الخسارة من يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا بهدف دون مقابل. كمان موقع كورة قال إن كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة حول تصريحات أسكو نجم ريال مدريد الأسباني بشأن زميله السابق كريستيانو رونالدو، وده قبل أيام من كلاسيكو يوم الأحد قصاد برشلونة. وذكر موقع الكونفيدنسيال على لسان بعض المصادر إن تصريحات أسكو أدهشت النادي الملكي الذي لا يوافق على وجهة نظر اللاعب. وأسكو صرح مؤخرا بأن ريال مدريد لن يبكي على رونالدو بعدما لم يرغب في التواجد مع الملكي وفضل الرحيل ليوفنتوس في الميركاتو الصيفي الماضي. وأفادت كمان المصادر أن بيريز لا يريد من لاعبي الملكي الإدلاء مرة تانية بمثل هذه التصريحات كونها تضر النادي في هذه المرحلة ولا تساعده على الخروج من سلسلة النتائج السلبية. ومعادنا دلوقتي مع فقرة السوشيال ميديا اللي دايما بنتابع فيها أهم اللي نشر نجوم الكورة على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
نبتدي بالصفحة الرسمية للنادي الأهلي على تويتر، واللي كتب: إلى نهائي أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخ فريقنا، نثق بكم يا أبطال. كمان كتبت الصفحة الرسمية لشركة Presentation Sports على تويتر: لن يقف شيء بطريقكم نحو تحقيق التسعة. أما المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، فنشر صورة على تويتر مع كابتن محمود الخطيب وصورة لكأس أفريقيا، وكتب: الحمد لله التالتة تبتة يا شهر الانتصارات، مبروك لشعب نادي القرن الأفريقي الصعود للنهائي. كتب أستاذ طارق أنديل على تويتر برضو: الحمد لله البطل في النهائي. دكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي كتبت على صفحتها على الفيسبوك: مبروك وصول الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، اشتقنا للكأس الغالي ونثق في عزيمة الأبطال. كمان كتب محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على الفيسبوك: مباراة عصيبة وظروف تحداها الأهلي كما اعتدنا منه وكسب التحدي، الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي الشقيق بمجهود رجالة المخلصين، لهم كل التحية والدعم حتى نستعيد الأميرة الأفريقية. نروح للعيبة النادي الأهلي، هنبتدي مع شريف إكرامي اللي كتب على تويتر: مبروك الصعود للنهائي المنتظر، لكن الأهلي لا يحتفل إلا عند التتويج، إن شاء الله أفريقيا في الجزيرة. كمان نشر محمد الشناوي صور من المباراة على الانستغرام وكتب: الحمد لله دايما وأبدا على الصعود للنهائي أفريقيا إن شاء الله. كتب سليف كوليبالي على صفحته على تويتر: خطوة واحدة، تهانينا للجماهير. أيمن أشرف كمان نشر على إنستغرام صورة وكتب: الحمد لله إن شاء الله اللي جاي أفضل. إسلام محارب نشر صورة على الإنستغرام برضو وعلق عليها وقال: الحمد لله يا رب كرمنا. وميدو جابر كمان نشر صورة للاحتفال بالهدف على الإنستغرام وكتب: الحمد لله. مؤمن زكريا نشر صورة لكأس أفريقيا على تويتر وكتب: إن شاء الله في الجزيرة. كمان أحمد علاء مدافع النادي الأهلي نشر صورة على تويتر للفريق وكتب: مبروك يا رجال الصعود وإن شاء الله التسعة. مروان محسن كمان نشر صورة ليه على تويتر وعلق عليها بالحمد لله. كمان نشر عمرو جمال على صفحته على تويتر صورة مع عقبال ما تفرحونا بالبطولة إن شاء الله. كتب كمان كابتن إسلام الشاطر على تويتر: ألف مبروك للنادي الأهلي وجمهوره ولاعبته ومجلس إدارته التأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي الفيفا على تويتر صورة للاحتفال بهدف النادي الأهلي وكتب: الأهلي عزز رقمه القياسي في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا لـ12 مرة ذهاب للنهائي اليوم الجمعة يوم 2 نوفمبر على ملعب السلام، والإياب الجمعة 9 نوفمبر على ملعب رودس. كمان الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف على تويتر كتبت عن مواجهة النادي الأهلي والترجي في النهائي: صدام العمالقة يتكرر من جديد، النهائي تحدد فمن سيتوج باللقب. كمان حرصت صفحة الليجا على تويتر على تهنئة النادي الأهلي وكتبت: تهانينا لنادي الأهلي المصري بتأهله للنهائي دوري أبطال أفريقيا. نشرت كمان صفحة في الجول على تويتر صورة لوليد سليمان نجم النادي الأهلي المتألق وكتبت: في 33 من عمره يلدغ ويضرب ويقود الأهلي لنهائي أفريقيا، هدف في الذهاب وآخر قاتل في الإياب، الأحمر للنهائي بفضل لدغات وليد سليمان. كمان الصفحة الرسمية لنادي الترجي التونسي على تويتر كتبت: مبروك الترشح لي وشكرا للأهلاوية اللي شجعونا وتمنوا لنا الترشح قبل مباراة النص النهائي. كمان المطرب رامي جمال كتب على صفحته على تويتر: مبروك لكل أصدقائي لاعبي النادي الأهلي العريق، مبروك لكل مشجعي النادي الأهلي اللي عودونا دايما على الفرحة، فاضل على الحلو خطوة. عالميا بقى نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة على الانستغرام من مباراة امبارح ما بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، واللي انتهت بفوز السيد العجوز بهدف نظيف أحرزه ديبالا، وكتب رونالدو: انتصار مهم في مباراة تحمل لي الكثير من العواطف، كان اللعب على ملعب الأولد ترافورد مرة أخرى رائع، شكرا لكل المشجعين على الاستقبال والدعم. نشرت كمان صفحة بلاتشر فوتبول على الانستغرام فيديو للحظة اقتحام واحد من المشجعين لملعب مباراة اليوفنتوس والمان يونايتد عشان يسلم على كريستيانو رونالدو. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ونرجع تاني.
نشر سيرخي أجويرو نجم مانشستر سيتي صورة على تويتر من مباراة امبارح قدام شختار الأوكراني في دوري الأبطال واللي فاز فيها الفريق الإنجليزي بثلاث أهداف نظيفة، وكتب أجويرو مرة أخرى مجهود رائع من الفريق بأكمله للفوز في مباراة مهمة في أجواء صعبة. كمان نشر جارد بيل نجم ريال مدريد الاسباني صوره على تويتر من مباراه امبارح مع فيكتوريا بولزن التشيكي في دوري ابطال اوروبا واللي انتهى بفوز الملك 2-1، وكتب 200 مباراه مع ريال مدريد والعوده لطريق الفوز الى الاحد القادم. طبعا الاحد القادم هو ميعاد المباراه المرتقبه الكلاسيكو ما بين ريال مدريد وبرشلونه، والكلاسيكو السنه دي ولا هيكون فيه لا ميسي ولا كريستيانو رونالدو. كمان نشر أليخاندرو سيلفا لاعب مونتريال امباكت الكندي فيديو على الانستغرام لابنه وهو بيحرز اول هدف ليه. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ونرجع تاني. لويس سواريز فاحتفل بمولوده الجديد ونشر صورة ليه على تويتر وكتب مرحبا لوتي، سعيد جدا بوجودك بينا، الأم بخير وسعيدة جدا زي إخواته، شكرا لكل الناس على رسائلكم. أخيرا مع صفحة 433 على إنستغرام واللي نشرت فيديو طريف تحت عنوان عندما تحب عملك لواحد من الحكام المساعدين اللي تفاعل مع تشجيع الجمهور على طريقته الخاصة. نروح نشوف الفيديو ونرجع تاني. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا النهاردة أستاذ رامي عبد الحميد رئيس القسم الرياضي في جريدة صوت الأمة. وليد سليمان وشنطة الإجوان وكأنه كلمة السر وليد سليمان. وليد سليمان على طريق كريستيانو، وليد سليمان يلقي بكلمة افتتاح ويضع النادي الأهلي في المقدمة. سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبينضمنا دلوقتي في الاستوديو استاذ رامي عبد الحميد رئيس القسم الرياضي في صوت الامم. مساء الخير على حضرتك، منورنا النهارده في كلام في الميديا. اهلا، مساء الخير بيكي وكل الساده المشاهدين. طبعا عندنا كلام كتير اكيد عن النادي الاهلي وعن لقائه امبارح قصاد فاق صوتي في الجزائري والتاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا. هنتكلم في الكلام ده كله اكيد مع حضرتك، لكن في الاول عندنا خبر بيقول ان اللجنه الاولمبيه المصريه طلبت الاتحاد المصري لكره الطايره باتخاذ الاجراءات للدعوه لجمعيه عموميه عاديه بتتضمن بند الانتخابات، وده قبل يوم 30 اكتوبر 2018. طلب اللجنه الاولمبيه لتنفيذ قرار الاتحاد الافريقي للكره الطايره وحتى لا يتعرض او لا تتعرض الكره الطايره لعقوبات من الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي للكره الطايره. طيب نرجع بقى نتكلم عن المباراه الهامه جدا اللي اكيد كانت تاهل بعديها سبب يعني سعاده الجماهير كلها امبارح بعد الحمد لله ما وصلنا لنهائي دوري ابطال افريقيا، في طريقنا ان شاء الله ان احنا ناخد الاميره الافريقيه التاسعه ونرجع نلعب مره ثانيه في كاس العالم للانديه. شفت اللقاء امبارح ازاي؟ الاول طبعا مبارك لازم النادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته ولاعبته والجهاز الفني. اللقاء امبارح ده كان يعني يمكن تتويج لفتره النادي الاهلي عاشها صعبه جدا، تحديدا بعد المباراتين طبعا اللي حصل فيهم ارتباك بتاع الترجي وكامبالا
في الفتره الاولانيه خالص، ويمكن يعني ما يوازي النادي الاهلي دايما ان هو بيعيد ترتيب اوراقه بسرعه، وهو ده النادي الاهلي وهو دي لعيبه النادي الاهلي. النادي الاهلي مر بظروف صعبه طبعا خلال صحيح. الفتره دي كلها صحيح. واصابات ومشاكل اداريه ومشاكل بس دايما المشاكل الاداريه عمرها ما كانت بتاثر على الفرقه. لا مش مشاكل اداريه داخل النادي او داخل الفرقه، لا مشاكل اداريه فيما يخص اللعيبه بتلعب اكتر من مباراه او بتلعب اكتر من بطوله، اللعيبه بتروح مع المنتخب وبيحصل لها ارهاق صحيح. كلها دي مشاكل ليس علاقه لها بالاداره داخل النادي الاهلي، بل بالعكس النادي الاهلي ادارته او مجلس إدارة ادى سبورت جامد جدا للجهاز الفني صحيح. وقف يعني فتره ما كان يعني السند الحقيقي ليه مع الجمهور طبعا. ويمكن الخساره من كامبالا سيتي كل الناس اللي كانت متابعه الموضوع او متابعه المباريات كانت بتاكد ان النادي الاهلي عنده صعوبه ان هو يتاهل للادوار النهائيه، لكن الاصرار والروح اللي احنا شفناها كمان حتى امبارح بعد المباراه ان في عيد ميلاد مصطفى كمال والروح اللي موجوده سواء مع الوزير عمرو فاروق والمجموعه صحيح. كلها هي دي كانت السبب في الوصل لنا النادي الاهلي امبارح، وان شاء الله يكمل باذن الله الفتره اللي جايه ان شاء الله. عايزه برضو اسالك، احنا من امبارح للنهارده كنا حاطين سؤال على السوشيال ميديا بنسال الجمهور مين هو رجل المباراه، مين كان افضل لاعب في لقاء وفاق سطيف امبارح؟ انا اعتقد ان الرجل المباراه هو فرقه النادي الاهلي. يعني فريق النادي الاهلي دايما ما عندهوش لعيب معين هو اللي بيبقى نجم الفرقه او هو الرجل الاوحد، لا الفريق امبارح كان يمكن كان في بعض الاخطاء حصلت طبعا سواء على محمد الشناوي وبعض الاخطاء صحيح. من بعض اللاعبين، لكن الفريق بيلعب بشكل جماعي، فريق ادى بشكل جيد جدا. لكن انا يعني بعيدا عن مباراه امبارح، وليد سليمان هو طبعا اللعيب اللي هو اللي يستحق ان هو يكون نصر يعني الموسم طبعا مش الشهر ومش رجل المباراه مش مباراه خالص، لكن وليد سليمان هو الحقيقي الراجل عامل مباريات هايله جدا الكبيره سابت الفرقه وراحت اماكن ثانيه. وليد سليمان بيتحمل مسؤوليه كبيره جدا. مع احمد فتحي، وسبحان الله بكل اللي هو عامله ده وبكل الفرق الشاسع اللي هو عامله مع النادي الاهلي الناس كلها واخده بالها منه، الوحيد اللي مش واخد باله منه منتخبنا الوطني. طبعا ده يعني يمكن يسأل، وكان اكتر من سؤال اتوجه في الموضوع ده بخصوص وليد سليمان تحديدا، لكن هم كان عندهم الموضوع بقى مش منطقي. يعني حتى لو اتكلمنا عن عامل السن برضو الموضوع مش منطقي، هم كان عندهم راي فيما يخص عامل السن، واحنا زي ما قلت يعني احنا بنقول مش منطقي فعلا وليد سليمان يستحق ان هو يكون في منتخب مصر. بعيدا عن المنتخب، وليد سليمان هو اللاعب الاهم حاليا داخل صفوف النادي الاهلي وعليه دور كبير جدا طبعاً. فاعتقد ان هو مش نجم مباراه امبارح بس، لا هو يعني نجم موسم كامل مع النادي الاهلي او الفتره اللي هي موجوده او اللي حصلت في الفتره دي كلها. صحيح. لقاء امبارح كانت اول هزيمه لباتريس كارتيرون في البطوله الافريقيه. شفت الهزيمه دي كان ايه سببها؟ وشفت ايه سبب انهيار النادي الاهلي في اخر دقائق من المباراه كمان؟ هو طبعا باتريس كارتيرون كان ما يهموش المكسب او الخساره في المباراه دي على قد ما هو يحقق نتيجه ايجابيه، يعني النتيجه الايجابيه اللي هي تؤهله للمباراه النهائيه. ويمكن ده اللي كان واضح في طريقه اللعب وواضح كمان في تعامله مع المباراه. يمكن الاخطاء او التغييرات في النص ساعه الاخرانيه ما كانتش بالمستوى المطلوب وما حققتش اللي هم كان مطلوب منهم. هي دي يمكن اللي تسبب في اللي حصل في الارتباك. واعتقد ان كارتيرون ذاكر كويس المشهد في مباراه امبارح، عليه ان هو يعني يتلافى كل الامور صحيح. دي قدام الترجي التونسي. باتريس كارتيرون طلع بعد اللقاء وقال ان انا بصلح كل الاخطاء اللي وقعنا فيها سواء في مباراه الذهاب او العوده، وكان اكيد اكبرها عدم استغلال الفرص. هو طبعا عنده مشكله كبيره جدا ويعني لازم نعذره فيها طبعا. الغيابات عنده علي معلول مش موجود، برده في خط الدفاع في اسعد سمير بيجي ويروح من الاصابات، في برده نفس الكلام مريض ازارو، يعني مش عارفين لسه حجم اصابه مريض ازارو ايه. فكل الامور دي بتعمل له ارتباك طبعا في الفرقه. اظن يعني ان شاء الله باذن الله ان كارتيرون عنده قدره ولاعيبه النادي الاهلي عندها قدره. بس في موضوع مهم جدا لازم كلنا يعني نساند فيه ولازم نتكلم فيه، مباراه الوصل الاماراتي اللي هي في البطوله العربيه. انا طبعا مش مع ان هي تتلعب في ميعادها، لازم تؤجل لان مباراه في البطوله العربيه، البطوله الافريقيه هي الاهم طبعا وهي
الرسميه. فاعتقد ان البطوله العربيه مش بمدى اهميه البطوله الافريقيه، فيمكن ان النادي الاهلي يخاطب الاتحاد العربي ويأجل المباراه، لان في صعوبه جدا ان الاهلي يلعب 28 مباراه الوصل، و2 نوفمبر يلعب نهايه دوري ابطال، طبعا دي فيها صعوبه جدا، فيا ريت ان الاتحاد العربي يستجيب. ممكن الأهلي منهم ما فيش غير 4-5 ايام، 3 ايام بالظبط يعني، او يعني اليوم الرابع هو الماتش. طيب خليني برضو اسالك، ايه انت شايف الاخطاء الكبيره اللي وقع فيها النادي الاهلي امبارح ايه؟ يعني باتريس كارتيرون قال احنا لازم نتعلم من اخطائنا، ان احنا نعرف نستغل الفرص ونترجمها لاهداف. انت شايف في ايه تاني كان اخطاء واضحه من الاخطاء الواضحه طبعا كان امبارح في منطقه نص الملعب. يمكن عمرو السولية برضو عشان راجع برضو من اصابه يمكن معذور في الجزئيه دي، لكن منطقه وسط الملعب امبارح كانت فيها قصور كبير جدا، وده ادى الافضليه اكتر لوفاق سطيف، على الرغم من يعني من خلال المشاهده لفريق وفاق سطيف فريق هو متواضع فنيا مش القوي يعني، او عندوش مصادر قوه تقدر ان هي، لكن النادي الاهلي اقوى بكتير يعني، لكن الافضليه امبارح كانت بالنسبه لوفاق سطيف في منطقه نص الملعب. يمكن حسام عاشور قام بادوار اكتر من الدور بتاعه، فبالتالي محتاجين ان احنا ندعم كمان الملعب، يعني عمل الملعب والجيل الصناعي يعني واقف سلبا او ضد النادي الاهلي، واكيد كان واقف مع الفريق. النادي الاهلي اتعامل مع المواقف دي كتير قبل كده يعني، بس حتى الصناعي لو اتعامل معها مش زي اللي بيلعبوا عليها على طول. ماشي يعني، انا مش عايز اقف عند موضوع الجيل الصناعي او الملعب، لا النادي الاهلي تعامل مع المواقف دي قبل كده، واحيانا بيلعب في 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 منافسات كتير او مباريات كتيره في النجيل الصناعي، لكن حضرتك بتسالني على موضوع الاخطاء الفنيه، الاخطاء الفنيه اعتقد ان هي كان في جزء كبير جدا كمان على احمد حمودي، ان هو ما كانش بيعمل الارتداد الدفاعي مع احمد فتحي بشكل جيد، كان الضغط كله على احمد فتحي لوحده في الناحيه اليمين، ويمكن كمان ساعد ده كمان ان ما كانش في حد بيساعد احمد فتحي الناحيه اليمين من نص الملعب. دي كلها كانت اخطاء اعتقد ان مستر كارتيرون والجهاز الفني هيبقى عنده بيها يعني ان شاء الله باذن الله يعني معالجه ليها في مباراه الترجي ان شاء الله. صحيح. بشكل عام تقييمك ايه لباتريس كارتيرون في مشواره مع النادي الاهلي لحد دلوقتي؟ هو راجل انا بعتبره ان هو راجل مدرب نفسي على مصدر ان هو يتعامل مع اللاعبين بشكل جيد، بيقدر ان هو يتعامل مع اللعيبه الكبار بشكل جيد. الناحيه الفنيه انا مش هقدر اقيم الناحيه الفنيه، لان احنا طبعا في مباريات كتيره وفي مباريات متعدده، وخصوصا كمان ان هو لحد دلوقتي مش قادر ان هو يثبت التشكيل او المجموعه اللي هي الاساسيه بتاعه النادي الاهلي بسبب الاصابات وبسبب ان اللعيبه بتروح من منتخبات، فدي كلها امور صعبه جدا على مستر كارتيرون، لكن هو راجل على مستوى عالي جدا من التعامل النفسي مع اللعيبه ومع الازمات، فيعني نتمنى ان شاء الله باذن الله ان هي تتوج بالبطوله ان شاء الله الافريقيه التاسعه، لان ده هيساهم في ان النادي الاهلي تاني يرجع لبطوله العالم للانديه. اعتقد دي هتبقى يعني حاجه مهمه جدا بالنسبه لكارتيرون، وحاجه مهمه جدا بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي حاليا يعني. مباراه نهائي افريقيا لحد دلوقتي لم يتم تحديد الملعب اللي هتتلعب عليه في مصر، شايف ايه الافضل؟ استاد برج العرب ولا استاد؟ هو طبعا دي مشكله احنا كل مره بنقابلها مع النادي الاهلي سواء في بطوله افريقيا وبطولات كتيره قوي، دي ازمه لازم الجهات المعنيه سواء الامن او وزاره الشباب والرياضه، لان النادي الاهلي الاول قبل يعني ما يكون قدامنا، هم دول تقريبا اللي قدامنا دلوقتي، لكن النادي الاهلي اصلا خاطب استاد القاهره عشان يطلب منه استاد القاهره رفض المباراه، رفض لان قال العشب و40 من زمان قوي استاد القاهره ده بيتعمل، هو هيخلص امتى؟ والله الحقيقه انا ما اعرفش طبعا ايه التفاصيل الخاصه باستاد القاهرة، ولكن انا بعتقد ان الردود الخاصه باستاد القاهره هي ردود ملهاش علاقه بالعشب او حاجه، هي ممكن تكون امور متعلقه بامنيا او امور ممكن متعلقه يعني، لكن استاد القاهره اعتقد ان هو بقاله فتره جدا بيتعمل. بعيدا عن استاد القاهره انا بشوف ان لازم النادي الاهلي، لكن المفروض ان هيكون في او ان دلوقتي في حمله تطوير لاستاد القاهره هتنتهي في ميعاد يوم 10 نوفمبر القادم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انا كان انا بتكلم عن المباراه المهمه اللي استاد القاهره بقاله كتير قوي قوي، بقاله فتره طبعا، المباراه المهمه بالنسبه للترجي 2 نوفمبر اعتقد ان هي لازم تقام في القاهره، لازم الجماهير كلها تكون موجوده. مش جماهير النادي الاهلي بس، انا يعني عجبني جدا الكابتن سيد عبد الحفيظ امبارح مبادرته بخصوص ان يكون الجماهير تكون يعني ايدها في ايد بعض في مباراه النادي الاهلي والترجي، لان النادي الاهلي بيمثل مصر، وفوز النادي الاهلي بيبقى فوز لمصر كلها وفوز لكل
لكل الجماهير المصريه. فاعتقد ان يعني مبادره مهمه جدا كلنا لازم وده كلام ندعم. حلو قوي بصراحه، بس يعني اتمنى انه ممكن يحصل في يوم من الايام ان شاء الله يحصل. ان شاء الله الواقع. يحصل ان شاء الله يحصل. هي يعني هي مبادره كويسه من الكابتن سيد او من راجل بيحب الكوره، اعتقد كلنا لازم ندعمها لان احنا محتاجين برضو الجمهور يبقى موجود الفتره الجايه ان شاء الله، ودي ممكن تكون بدايه ممكن يعني. هل الملعب اللقاء ممكن ياثر نفسيا على الفريق؟ ملعب النادي الاهلي يعني ملعب اللقاء اللي هيختاره النادي الاهلي، وهل ده اللي بيكون ليه تاثير نفسي على الفريق؟ ممكن يكون في بدايه المباراه، لكن اللعيبه دايما يعني ما بتخش في اجواء المباراه خلاص الموضوع بيتنسي وكل حاجه بينساها خالص. لكن ممكن طبعا في فرق او في لعيبه بتتفائل وتتشائم، وفي امور بتخص مثلا اللعيب بيحب يلعب على ملاعب واسعه، وفي لعيبه بتحب يعني كلها حاجات. لكن لما الواحد بيبدا وبيخش المباراه الامور دي كلها بتختلف. انا بالنسبه للملعب الكليه الحربيه شايفه مناسب؟ انا كنت لسه خدت على حضرتك، انا اتمنى ان يكون طبعا مباراه تبقى في كليه حربيه، ونتمنى من الساده وفي وزاره الدفاع وفي كليه حربيه يوافقوا على طلب النادي الاهلي. اذا طلب النادي الاهلي انا ما اعرفش اذا كان تقدم بطلب رسمي ولا لا بالنسبه لكليه حربيه، فهو تقريبا من ضمن الملاعب المرشحه يعني. اتمنى ان الكليه الحربيه توافق، ودي هتبقى اعتقد يعني نقطه ايجابيه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. اللي هو علي درويش رئيس هيئه استاد القاهره قال في تصريحات النهارده ان استاد القاهره بيجهز دلوقتي عشان يقدر يستقبل كاس العالم 2030. والله طبعا لو هو التصريح فعلا صدر كده 2030، طب يعني طب و20 يعني تفتكر اصلا مصر تقدر تنظم حدث كبير قوي زي ده كاس العالم؟ لا اعتقد لا، صعب انها صعب ان احنا نحكم دلوقتي، يعني صعب ان احنا نقول ان احنا ننظم مونديال لان احنا في كلام دلوقتي عن ملف مشترك بين مصر وتونس والجزائر والمغرب كمان. ده يعني مناقشات ممكن تكون يعني ما بين الاتحادات، لكن انا الاشتراطات على فكره هي الامور ما لهاش علاقه بالملعب بس، يعني مش الاستاد بس هو الموضوع، لا طبعا علاقه بالانفراستراكشر او البنيه التحتيه طبعًا للمدينه، في كل حاجه صحيح. في كل حاجه فيما يخص النقل والطيران والمطارات يعني كل الامور. لكن عشان بس الناس ما تفهمش غلط او الجمهور يفهم غلط، الموضوع ملوش علاقه بالاستاد خالص، ولا بالمستطيل الاخضر، ولا بالبوابات الالكترونيه، ولا بالحاجات دي كلها، لا خالص. لا في امور تانية كتيره جدا محتاجه ان هي تكون في تنظيم كاس العالم. فاعتقد ان لو هم بيشتغلوا في استاد القاهره على 2030 بس، يبقى احنا كده استاد القاهره خلاص يعني نقفله بقى خلاص الفتره دي، ونستنى لحد 2030 نقفله يعني. بتاع 11 سنه كده يعني لا كتير، لا كتير قوي يعني مش كتير. طيب نرجع مره تانية لنهائي افريقيا، المباراه اللي ان شاء الله هتكون ما بين النادي الاهلي والترجي التونسي هنا في القاهره وفي رودس. توقعاتك ايه للمباراه دي؟ انا طبعا اتمنى ان احنا يعني ننهي في القاهره ان شاء الله، النادي الاهلي ينهي المباراه في القاهره بنتيجه عدد اكبر بقى طبعا من بنتيجه ايجابيه اكتر، ويكون فيها عدد من الاهداف على اساس ان هو يروح اربع اهداف يكونوا كفايه يريحونا هناك. هو طبعا عدد الاهداف ممكن يزيد عن يعني ما بين ثلاثه فيما فوق، لكن الشرط الاساسي ان النادي الاهلي يبقى كل ما الفرقه التونسيه بيجي فيها هدف مبكر بتتوتر، وزي ما بيقولوا في كده في الكوره الفرقه بتفك. فاعتقد ان الهدف الرئيسي بالنسبه للنادي الاهلي او فرقه النادي الاهلي ان هم يحرزوا هدف مبكر في القاهره، ده هيساعد كتير قوي ان شاء الله في المباراه. في مباراه العوده في تونس هي طبعا مباراه صعبه جدا، مباراه بس بالرغم من صعوبه المباراه كمان على ارضهم وبين جمهورهم، دايما الجماهير بقى الاهلاويه بيسترجعوا بقى ذكريات 2012 طبعا، وبيقولوا نفس السيناريو لو اتكرر هيبقى يعني خلاص كده هنكون يعني اسعد ناس في الدنيا ان شاء الله باذن الله. بس احنا مش عايزين نوصل لفكره ان احنا نستعيد من هناك من الترجي، لا احنا اتمنى ان احنا ننهي من هنا، لان اللعيبه وهي رايحه ان شاء الله تونس لما يكون نفسيا افضل او نفسيا معنويا عندهم يعني معنويات افضل يعني عاليه حقق نتيجه ثانيه، فدي كلها بتعمل نوع من التوتر. بتقول ان المعنويات لما تكون مرتفعه زياده عن اللزوم والثقه تكون زايده، ده بيكون دايما بيقلب له ضده. انا ما قلتش يعني ما هو بس المعنويات مرتفعه، لكن مش ثقه زياده، او لكن على الاقل ان انا محقق نتيجه ايجابيه اقدر ان انا هناك اكون واقف على رجلي كويس، اقدر ان انا هناك زي ما حصل مع وفاق الصيف النادي الاهلي لما كان
كسبان هنا 2-0. اعتقد ان لما جه هناك في ثلاث اجوان كان هو اللي فرض سيطرته وهو اللي تاهل. فاعتقد لما بيكون محقق نتيجه ايجابيه من هنا بتدي طمانينه بعض الشيء افضل. يعني نهائي دوري ابطال افريقيا السنه دي هيتلعب وفي حكم الفيديو، شايف ده هيفرق في النتيجه او هيخلي المباراه مختلفه شويه؟ لا هيفرق كتير، هيفرق كتير، لان احنا كمان يعني النادي الاهلي ليه سابقه مع الترجي طبعا. اللاعب الترجي السابق يعني انا مش عامه في التحكيم الافريقي كله، يمكن مباراه الوداد السنه اللي فاتت في نهائي دوري ابطال افريقيا يعني كان شايفه ان الاهلي اتعرض لظلم تحكيمي كبير، حتى وقتها خرج عماد متعب بصورته الشهيره دي اللي قلبت الدنيا بعدين. طبعا لا بالظبط، من والله حضرتك التحكيم او الامور التحكيميه سواء في مباراه العوده او مباراه الاياب بتفرق كتير جدا، وخصوصا كمان بتبقى عند صاحب الملعب الحكم احيانا بيخاف احيانا بيجيله رهبه من الجمهور طبعا بيقلق، فاعتقد ان يعني بيتعرضوا للضرب جوه بتحصل طبعا بتحصل في لو ما جروش هوا اصحاب الارض. طبعا بتحصل كتير جدا بتحصل كتير. طيب امتى ممكن نشوف تقنيه الفيديو بتتحقق في الدوري المصري، نطلع من كوارث التحكيم اللي شفناها في الموسم ده بالتحديد كمان؟ اتمنى طبعا ان شاء الله باذن الله، ان يعني هي تقنيه الفيديو ما فيهاش صعوبه جدا، يعني احنا كنا هي مكلفه للي عايز يكلفها، لا مكلفه للي عايز يكلفها. يعني احنا ممكن برضو متابعين مثلا في الدوري الاسباني مثلا عاملين غرفه مركزيه لكل الحكام على مستوى الدوري كله عن طريق الاس ان جي، وبيبقى الحكم بيتابع مع الغرفه المركزيه دي. مش كل استاد او كل ملعب يبقى عنده غرفه الفار، فبالتالي مش محتاج ان احنا يكون كل ملعب او كل مكان عنده تقنيه الفار، هتبقى دي مكلفه. لكن لما اعمل غرفه معينه مثلا لو تكون في اتحاد الكوره او في اي مكان غرفه مركزيه يبقى فيها التقنيه دي، نقدر ان احنا نساعد بيها ان شاء الله في المشاكل اللي بتقابل في التحكيم. انا بختلف مع حضرتك في موضوع الكوارث، ممكن في اخطاء كتيره جدا وفي مشاكل كتيره جدا محتاجين ان احنا نعالجها، محتاجين ان احنا نصححها، لكن هي مش كوارث بمعنى كوارث يعني. طيب خلينا نروح لملف اخر، وهو ملف رعايه النادي الاهلي سواء من شركه الملابس الخاصه بالفريق الاول لكره القدم شركه امبرو، وكمان برزنتيشن سبورتس الراعي الرسمي دلوقتي للنادي الاهلي. طبعا تم توقيع العقد يمكن من اول امبارح في النادي الاهلي، وكان بصراحه حدث تاريخي، النادي الاهلي حصل على اعلى قيمه رعايه جت في تاريخ الكره المصريه كلها. هو ده الطبيعي طبعا، لكن النادي الاهلي ليه قيمه كبيره جدا وليه عدد كبير من من الناس يعني او الناس الجمهور وهو مصدره، فبالتالي قيمته التسويقيه هي اللي تقدر ان هي تعلي رقمه، ده طبيعي جدا. ويمكن شركه برزنتيشن اعتقد يعني حققت اللي هي كانت بتحلم بيه زي ما قال الاستاذ محمد كامل من فتره، والنادي الاهلي قيمة كبيرة جدا. يعني الرقم اللي اتقال او اللي اعلن عنه انا بشوفه ممكن يكون اعلى من كده للنادي الاهلي، النادي الاهلي اسمه كبير جدا وقيمته كبيرة جدا. قيمته التسويقية طبعا. احنا مش بنتكلم بمشاعر، احنا بنتكلم بزنس. لا 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 طبعا قيمته التسويقية قيمة عالية جدا وقيمة كبيرة جدا، فبالتالي اللي حصل من شركة برزنتيشن ونحييهم عليهم ان هم يعني قدموا طبعا العرض ده، ويمكن يعني اللي حصل في الفترة اللي فاتت فسخ العقود والحاجات دي كلها يعني البعض ظن ان هيحصل ممكن يوقع ان يحصل الموضوع بالظبط يعني. لا طبعا لا بالعكس كلام اقوى من الاول بكتير، وده كان افضل كبير. رد حقيقي طبعا. فانا بس عايز اقول لك وده اللي تعودناه من النادي الاهلي، النادي الاهلي ما بيردش بكلامه وبتصريحاته ومداخلات تليفونيه وببرامج، لا النادي الاهلي بيرد بافعال. ما انا عايز اقول لحضرتك ان فيما يخص العقد سواء الملابس او الرعايه ده نتيجه طبيعيه للفكر اللي بدا بيه المجلس الاداره واللي كان داخل بيه وعنده حاجات كتيره جدا عايز يحققها، فانا بعتقد ان ده يعني حاجه كويسه جدا. والخبر اللي حضرتك قلت عليه بخصوص الخمس طيارات ده بقى شغل الرعاة، يعني الراعي ده دوره ان هو ده يقدر يدعم الفريق بالزبط. الفريق محتاج مشجعين معاه، هبعت لكم خمس بالزبط. طيارات هو ده دور مشجعين واعلاميين عشان يساندوكوا عشان نقدر نقف معاكم لغايه ما تحققوا اللي انتوا عايزينه. بالظبط صحيح. طبعا احنا بنحيي برزنتيشن على القرار اللي اخذوه ده، يا رب ان شاء الله باذن الله هناك كمان النادي الاهلي يشرف مصر كلها. طيب
نرجع مره ثانيه، عندنا خبر دلوقتي بيقول ان الاهلي بيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المتجاوزين يوم الاحد القادم. قررت اللجنه القانونيه المنعقده بمقر النادي الاهلي في الجزيره النهارده وبعد مطالعتها لجميع الشكاوى المدعمه بالوثائق الاعلاميه والمقدمه من اعضاء النادي الاهلي ضد التجاوزات التي تمت خلال الفتره الماضيه ضد النادي الاهلي على وسائل الاعلام المسموعه والمرئيه والمقروءه، ومن ثم كان لابد من انفاذ القانون لمحاسبه المتجاوزين بتقديم بلاغات للسيد النائب العام ضدهم يوم الاحد القادم لاتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه، وكذلك استدعاء المتجاوزين من اعضاء النادي للتحقيق معهم خلال الاسبوع المقبل. شايف بقى القرار ده ازاي؟ لا طبعا ده امر طبيعي جدا بالنسبه لاي مؤسسه بتتعرض لاي يعني انتهاكات او بتتعرض لاي تجاوزات. حقي الطبيعي ان انا امارس حقي في ان انا بالقانون وبالدستور اي حد تجاوز في حقي، فبالتالي ده ما فيش كلام عليه. صحيح. والحقيقه يعني يمكن انا بس عايز يعني اوجه شكر وفي نفس الوقت انتقاد للنادي الاهلي ان الموضوع ده متاخر شويه. يعني بس القرار ده متأخر. طبيعه النادي الاهلي، النادي الاهلي محتاج ان هو يقعد ويدرس وقبل ما يتكلم بيعرف هو هيقول يعني ايه ويحضر. انا بتكلم على بالظبط، بس انا بتكلم على يعني موقفه سليم قبل ما بيتصرف. انا بتكلم على فكره الذهاب الى النائب العام وفكره يعني الحصول على حق النادي الاهلي واشخاصه والمسؤولين عنه. صحيح. والاعضاء وجماهير النادي الاهلي، كل من هو تجاوز في حق حد لازم ان هو يبقى قدام القانون، مفيش حد فوق القانون. صحيح، بس انا مش عايزه حضرتك تشوفها ان هي تاخير من النادي الاهلي في الرد على المتجاوزين. لا، كان في لجنه قانونيه بتدرس كل اللي اتقال وكل اللي حصل وبتجمع كل المستندات والوثائق عشان يوم ما تتقدم تعرف ان هي دايما على حق. طيب نرجع بقى سريعا لسؤال حلقتنا النهارده. النهارده سالنا الجمهور زي ما قلت لك، وانت رديت عليا قلت لي ان رجل المباراه كان الفريق كله. طبعا. لكن سالنا الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي مين في رايك افضل لاعب في النادي الاهلي في مباراته فاقص طيف الجزائري المباراه اللي اقيمت امبارح. نبتدي مع الفيسبوك بيج الخاصه بالقناه. يوسف صلاح احمد بيقول مساء الخير وليد سليمان. بصراحه وليد سليمان ده. ابراهيم معيد، محمد اسامه بيقول وليد سليمان، هبه كشف بتقول وليد سليمان، وسعد سمير، عبد الله حطيبه بيقول طبعا الحاوي، احمد محسن بيقول وليد سليمان، نادر بيقول طبعا بدون جدال وليد سليمان، احمد ايهاب وليد سليمان، ابو مهند الجوكر، احمد فتحي، اسلام الجمل بيقول وليد سليمان، وسعد سمير. نروح لتويتر نشوف اراء الجمهور جت ازاي. ايه الاهلاويه في مليون مبروك
أمير هشام، يوم سعيد عليكم.